الحقيقة مش قادرة أخبي ولا بطل ابتسامة طول ما أنا بتفرج على التقرير، مبسوطة ومستمتعة وحاسة بجزء من إنسانيتي بتسترد كده. إحنا ساعات الزحمة والدوشة والأخبار بتاعة العالم تخطف مننا شوية حاجات كنا نعتقد إن هي بديهية. إحنا طبعا بنحترم الجميع وطبعا عندنا قدر من الاهتمام بأي حد من ذوي القدرات الخاصة أو ذوي الاحتياجات الخاصة، بس الحقيقة إحنا كلنا قصرنا وأخطأنا وأثرنا معاهم جدا على فترات طويلة جدا. كان ذوي الهمم وأهاليهم الحقيقة بيعانوا من أول التسهيلات في الشارع وفي الأماكن العامة وفي المواصلات لحد أننا نشعر بوجودهم الحقيقي، لحد مشاركتهم الحقيقية في المدارس، لحد الدمج. كل دي تحديات وغيرها من العشرات اللي ممكن أهالي وذوي الاحتياجات الخاصة بنفسهم يكلمون عنها. إزاي بقى نقلب الصورة دي؟ نقلبها بقى بكل حاجة، بالتمكين وبالقوانين وبالدعم وبفرص العمل وبالفن، لأنه الفن يجي على القمة، على قمة الهرم بتاع التغيير. أنت عايز تغير ثقافتنا أو عايز ترجع تفكرنا بالمبادئ الحقيقية اللي احنا بنؤمن بيها، اعمل ده من خلال الفن. اللي احنا بنشوفه لقطات من افتتاح او العرض الخاص لمسرحية كنز الدنيا اللي نظمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. العرض بيعد أول وأكبر عمل مسرحي بيضم مجموعة كبيرة من المواهب الشابة من ذوي الهمم. النجم الكبير زي ما احنا شايفين كده أشرف عبد الباقي هو مخرج هذا العمل وأحد المشاركين فيه كمان، والفنانين إبراهيم سمير وعلي المصري ملك ياسر وشريف حسني وأسماء كتيرة جدا مهمة. لكن بصراحة مع احترامنا لكل الفنانين اللي خطف عينينا وقلبنا وخلانا نحب اننا نشوف المسرحية دي، وانا بشجع ناس كتير قوي قوي انها تروح وتحضر العرض المسرحي، هم ابطالنا من ذوي الهمم او ذوي القدرات الخاصة. احنا معانا على التليفون استاذة اميرة عرفة والدة احمد طارق، واحد من الابطال في مسرحية كنز الدنيا. مساء الخير استاذة اميرة. مساء النور لحضرتك، متشرفين انك معانا. ربنا يخليكي، شكرا. احكي لي عن مشاركة أحمد في المسرحية وكواليس التحضيرات اللي أنا متأكدة أنها كانت صعبة ومرهقة. هي مشاركة أحمد بدأت من بعد حفلة قدرون باختلاف، أما اشترك قدام الرئيس وكده، وأحمد قال إن أنا فنان كوميدي، فأستاذ أشرف عبد الباقي يعني ألقى الضوء عليه وكده، فمعنا كان معانا كان ضيفنا في البرنامج صح كده؟ أيوه. مش أنت يا أستاذة أميرة، أنت البطلة. ربنا يخليكي يا رب، شكرا لحضرتك. بس فلقيت استاذ اشرف اتواصل معايا وقالوا لي احمد معانا ان شاء الله في المسرحيه، وعمل له دور ان هو طالب في مدرسه، وان هو احمد اصلا اول جمهوريه القاء شعر، فهو طالع في المسرحيه ان هو طالب وبيلقي قصيده في المسرحيه وكده. اللي انا عرفته انه مش بس امبارح كان حفل الافتتاح، لكن كمان في عروض مستمره، في عرض النهارده كمان. ان شاء الله هو العرض شغال دلوقتي. طيب غششينا بقى مواعيد العروض والمسرحيه مستمره لقد ايه؟ يعني في موسم لا مسرحي؟ لا هو تقريبا قالوا النهارده اخر يوم، كانت امبارح والنهارده ان شاء الله. امبارح والنهارده، لكن طبعا بيتم تصويرها تلفزيونيا عشان تذاع. ايوه ان شاء الله باذن الله هتذاع باذن الله. طب احنا متشوقين، انا كان نفسي تمتد اكتر من كده. طيب انا عارفه احمد وذكائه وقدراته اللي حقيقي مميزه، ايه التدريب المسرح فرق مع طارق او مع احمد ازاي؟ وحسيتي انه حتى نفسيا او على المستوى التشجيع، لان هو متعدد المواهب، هو مبسوط جدا وحاسس بقى يعني هو اول مره يمر بالتجربه ديت، فكانت بالنسبه له هو سعيد جدا. يعني النهارده وانا جايه بيقول لي يا ماما انا زعلان النهارده اخر يوم. انا حبيتهم جدا ومبسوط بفريق العمل، وفعلا يعني وبنشكر استاذ اشرف على دمجه لاولادنا في هذا العمل. يعني عدد الابطال تقريبا قد ايه من ذوي الهمم؟ حوالي 20، منهم باليه ومنهم فقرات، يعني ده بيقدموا فقرات وبيشاركوا في السيناريو بتاعهم. حوالي 20 ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذه اميره. شكرا. طول الوقت انت واحده من النماذج المبشره والمبهره والملهمه للامهات اللي بياخدوا بايد ولادهم بشكل حقيقي على الارض. انا عارفه ان كل امهات الابطال هم ابطال، لكن كمان في نماذج بتلمع وبسبب انه الام بسرعه بتتدارك الفكره او الصدمه الاولى بتاعه ان هنعمل ايه، الى اننا عندنا حاجات كتير قوي نعملها
وهنا بيجي الدور كمان على الدولة وعلى المجتمع. بكرر شكري لأي حد فكر وخطط وحط في حساباته، ومتشوقين أن نشوف مسرحية كنز الدنيا كمان بعد تصويرها إن شاء الله.